الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي المشاهدين والمشاهدات في قناتكم أجي التعليم الدارجة. إن شاء الله سنحاول التعرف على جداذة القراءة المقطعية. إذا اليوم نحاول إن شاء الله نقدم بعض الحصص للقراءة المقطعية، أي الوعي الصوتي بالنسبة للمستوى الأول. إذا نبدأ على بركة الله. بالنسبة يعني السنة الدراسية تتكون في المستوى الأول على 6 الوحدات، الوحدة الأولى، الوحدة الثانية، الوحدة الثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة. إذا تكون عندنا 6 الوحدات. بالنسبة ندخل مباشرة لحصص القراءة، تكون عندنا 5 الحصص. بالنسبة ليوم التربوي الأول تكون الحصة الأولى، اليوم الثاني الحصة الثانية، الثالث الحصة الثالثة، الرابع الحصة الرابعة، واليوم الخامس الحصة الخامسة. بالنسبة ليوم السادس ما تكون عندنا حتى شي حصة، والمدة ديال كل حصة 50 دقيقة. إذا جميع الحصص فيهم 50 دقيقة. غنحاول ممكن نعرفوا القراءة المقطعية بعجالة. إذا تعريف القراءة المقطعية أن تعد هذه الطريقة وسطى بين الطرق الجزئية والكلية، حيث تحاول تعليم المتعلمات والمتعلمين القراءة بتقديم وحدات لغوية أكبر من الصوت اللغوي أي الحرف، ولكنها أقل من الكلمة، وتنبني أصولها على مقاطع الكلمات واعتبارها وحدات لغوية، لأن الكلمات في العربية في الغالب تتألف من مقطعين أو أكثر. ولماذا سميت هذه الطريقة بالطريقة المقطعية؟ لكون المتعلمات والمتعلمين يتعلمون بها جملة من المقاطع، ثم يقومون بتركيبها أو بتركيب كلمات من هذه المقاطع، ولذلك يمكن اعتبارها طريقة تركيبية مركبة وتحليلية. هنا نحاول ما أمكن نشوفوا الخطاطة بالنسبة للحروف، شحال من حرف تتقدم في الأسبوع وشحال من حصة. بالنسبة للوحدة الأولى والثانية ممكن تشوفوا يقدموا حرف واحد في الأسبوع، تكون عندنا حرف واحد في الأسبوع. مثلا اليوم الأول تنقدموا الحرف إيه تنقدموه، اليوم الثاني تنقدموا الحرف مع الحركات القصيرة، اليوم الثالث أو الحصة الثالثة الصوت أي الحرف مع الحركة الطويلة، ثم اليوم الرابع مع التنوين، واليوم الخامس تكون عندنا واحد التقويم مدعم. إذا كما قلت بالنسبة للوحدة الأولى والثانية تنقدموا حرف في الأسبوع. بالنسبة للوحدة الثالثة والرابعة والأسبوع الأول والثاني من الوحدة الخامسة سيتقدم جوج الحروف في الأسبوع. إذا كما قلت الوحدة الثالثة والرابعة والأسبوع الأول والثاني من الخامسة تنقدموا غير حرف وحرفين في الأسبوع. كيفاش يتقدم هذه الحروف الحرفين؟ بالنسبة لليوم الأول تقديم الحرف يعني الأول مع الحركات القصيرة، اليوم الثاني الحركات الطويلة والتنوين، بالنسبة لليوم الثالث تمشيو للحرف الثاني تنقدموا في كذلك الحركات مع الحركات القصيرة، اليوم الرابع كما قلنا الحركات الطويلة مع التنوين، واليوم الخامس تكون واحد تقويم ودعم ديال يعني الصوتان الأول والثاني أي الحرفان الأول والثاني. بالنسبة للأسبوع الثالث والرابع من الوحدة الخامسة، لأنه كل وحدة تتكون من 4 ديال الأسابيع، إذا قال لنا الأسبوع الثالث والرابع من الخامسة، والوحدة السادسة بأكملها تتقدم نصوص وتصفية صعوبات القراءة. الحصة الأولى تكون فيها تصفية الصعوبات القراءية، الحصة الثانية ما قبل القراءة، الحصة اليوم الثالث الحصة الأولى تكون أثناء القراءة، اليوم الرابع الحصة الأولى أثناء القراءة الثانية، واليوم الخامس الحصة الخامسة تكون ما بعد القراءة. وكما تشوفوا عندنا مجموعة من المراحل ما تتغيروش، يعني بالنسبة لليوم الأول تكون عندنا كلمات بصرية وضعية انطلاق بناء التعلمات الوعي الصوتي التطابق الصوتي الخطي التطبيق، هادشي كامل إن شاء الله غنحاول ممكن نشوفوه في بعض الجلادات النمطية اللي تسهل عليكم أنكم تصوبوا جلادة خاصة ب إذا غنشوفوا جلادة نمطية بالنسبة لواحد الصوت أو الحرف. الحصة الأولى، الحصة الأولى كما قلنا تكون تقديم، إذا تكون عندنا هنايا المستوى الأول، تكتب المستوى الأول مكون القراءة الصوت أو الحرف اللي عندنا،
الوحدة الحكاية اللي متعلقة بذاك الحرف، تكون عندنا كل أسبوعين تكون عندنا حكاية. المرجع للكتاب الأسبوع واش على الأسابيع الأسبوع اللي وصلنا فيه في ذاك الحرف. رقم جلادة لمدة 50 دقيقة، الحصة الأولى كما قلنا تقديم. تكون عندنا هنايا الأهداف لتعرف وتمييز الصوت، مثلا اخترنا واحد الصوت نخدمو به كاع جلدات بخمسة، أي حصص بخمسة بهم غنخدمو بالصوت. مثلا نختارو الدال، الصوت الدال يعني سمعا معزولا وفي مواقع مختلفة من الكلمة. نطق الصوت الذ معزولا وفي مواقع مختلفة من الكلمة. ثالثا الهدف الثالث هو ربط الصوت الذ برسمه الخطي. تنشوفو هنا الوسائل، سند بصر من المحيط، كلمات العجين الرمل، إذا مجموعة من الوسائل تنكتبوهم هنا إذا غنستخدموهم. صيغ العمل إما تخدم فردي ثنائي في مجموعات أو جماعي. بالنسبة هنايا للتدبير ديال الجلادة، تيكون عندي هنايا المراحل. عندنا الكلمات البصرية وضعية الانطلاق، بناء المعلومات أي الوعي الصوتي، وفيه العزل، تفييد، نطق، التطابق الصوتي الخطي، تطبيق وتقويم ودعم وأنشطة منزلية. نجيو للتفصيل ديال هاد المراحل. الكلمات البصرية أعرض بطاقات عليها الكلمات البصرية السابقة. هذه الكلمات البصرية كل واحدة عندها كلمة ديالها، تكون أسماء الإشارة، أسماء موصولة، يعني بعض أسماء الأيام والشهور، كل واحدة عندها كلمات بصرية خاصة بها. أنتدب بعضهم لقراءة الكلمات البصرية وترديد ما تتضمنه البطاقات من قبل الجميع. وضعية انطلاق باش غنطلق بها الدرس، أقدم أسماء أطفال أو صور تتضمن الصوت كما قلنا اختارينا حنايا الصوت الد، نعطيه بعض الأسماء وبعض الصور اللي فيها هذاك الصوت اللي بغيت، وأسأل ما الصوت المشترك في هذه الكلمات. نسوي سلامت ما الصوت المشترك في هذه الكلمات، ثم أنشد مع المتعلمات والمتعلمين نشيد الحرف. كل حرف عنده واحد النشيد خاص به. قلنا الصوت أبدادنا، أنا الدال وأنا الدال، وشكلي هلال جديد، تجدني في الدرس وترددني في النشيد. أستثمر حصيلة الأنشطة المنزلية ثم أنطلق منها من كلمات تتضمن الصوت أد. بالنسبة للمعلومات عندي هنا العزل، أقدم شفهيا كلمات تبتدئ بالصوت أد مع حركات قصيرة وبعضها لا يتضمنه مثل. إذا تنكتب هنا بعض الكلمات فيها الصوت أد وكلمات أخرى ما فيهاش الصوت أد، وأطلب منهم رفع اليد اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت الد. ثم أقدم شفهيا كلمات تتضمن الصوت الد مثل، وتعطيني بعض الأمثلة مثل دجاج، دبون، درسون إلى آخره. وبعد تقديم كل كلمة أطلب من المتعلمين والمتعلمات تحديد الصوت، أي موقع الصوت، والجفت بين الكلمة أو وسطها أو آخرها، رفع اليد اليمنى إذا كان في البداية، رفع اليد اليسرى إذا كان في الآخر، ووضع اليد على الصدر إذا كان في الوسط. أنطق الصوت اللي عندي أده مثلا نطقا سليما مشخصا طريقة نطقه من مخرجه في الجهاز الصوتي، مع الحرص على إسماعه للمتعلمين والمتعلمات. ينطقون التلاميذ الصوت وأتحقق من نطقهم له من مخرجه بشكل مضبوط في الجهاز الصوتي. تنتقل التطابق الصوتي الخطي، عندنا الربط بين الصوت ورسمه الخطي الدال. يعني أعرض بطاقات مقاطع، أعرض واحد بطاقة أو كلمات تتضمن الحرف اللي عندي في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مع تمييز الحرف بلون مختلف، وأقرأها مركزا على ربط نطق الصوت بالإشارة إلى الحرف وتمرير الأسبوع عليه. أرسم الحرف الدال يعني الده في الهواء، ثم أطلب من المتعلمات والمتعلمين رسمه معي. أطلب منهم تمثيل رسم الحرف في الهواء مرة ثانية وعيونهم مغمضة. تنجو التطبيق، تكون عندنا شفاهي أو على الألواح أو باستعمال الكراسة. بالنسبة للتقويم والدعم، تكون عندي يعني ينتقل المتعلمون والمتعلمات الصوت اللي عندنا،
ويتعرفون على إشكاله في بداية الكلمة ووسطها وآخرها، أقدم الدعم المناسب حسب الحاجة، وتعطيهم بعض الأنشطة المنزلية تنتبهونها. أكلف المتعلمين والمتعلمين بالبحث عن أسماء أشخاص أو حيوانات أو خضار أو فواكه في هذا الصوت اللي قرأوا ذاك اليوم. هذا بالنسبة للحصة الأولى ديال القراءة المقطعية. تقرأ الحصة الثانية تكون عندنا نفس المراحل، غير تيكون زايد التجزيء المقطعي، وتزيد عليها الطلاقة. غنتعرفو على الطلاقة شنو هي، تيبقاو نفس المراحل اللي الكلمات البصرية اللي قلنا، انطلاق تنطلق بعض الأسماء ديال التلاميذ باش نثير الانتباه ديالهم، أو الصوت اللي قرينا قراو في الحصة الأولى مع الحركات القصيرة، وذلك لإثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات. إذا الحصة الثانية غيكون عندنا حرف مع الحركات القصيرة، إذا تنشير ليها. إذا في الحصة الأولى كما شفنا تكون عندنا التقديم، الحصة الثانية الحرف مع الحركات القصيرة. تنجيو للعزل، يعني هنا بالنسبة للعزل أقدم واحد، تعطيهم كلمة شفهية، كلمة تتضمن الصوت الده بعضها لا يتضمنه، مثلا دجاجة، أسرة، سعاد، أبي. أردد بعد كل كلمة المقطع المناسب على غرار، مثل مثلا لبيب، لا، مفهوم؟ هذا بالنسبة للعزل باش نعزلوا الحرف من الكلمة. وأردد بعد كل كلمة المقطع المناسب على غرار، مثل كما شفنا. بالنسبة للتفييق أقدم شفهيا ثلاث مجموعات من كلمات تتضمن الصوت الده مع الحركات القصيرة، مثل مثال، وأطلب منهم تحديد الكلمة المختلفة في كل مجموعة. إذا تعطيهم مجموعة من الكلمات وهم تحددوا لي الكلمة المختلفة، مثلا دجاج، درس، درج، درب. إذا عندك درج هي اللي مختلفة، تنشير لها. يرددون كلمات تتضمن الصوت يده مع الحركة القصيرة، ثم ينطقون بعدها المقطع المناسب. مثلا تكتب هنا دجاج، د، درهم، دي، درس، د. أطلب هذا بالنسبة للإضافة، أطلب شفهيا منهم إضافة أحد المقاطع. نكتب هنا د، دو، دي. للحصول على كلمتين أو كلمات تتضمن الدال مع الحركات القصيرة، مثل تندلهم هنا إرهامون، تكتبهم هذيك ديرهامون، مثلا دبون، دجاج. بالنسبة للتجزئة المقطعي تكتب تعطينا بعض الكلمات، مثلا دخل، دماء، وتنشوف تجزئة مقطعية تنجزئها، مثلا دخل تنكتب هنا دا خ لا، ثلاث تصفيقات في الأخير تندير هنا دا، مثلا دماء، مثلا دي ما أون، وتنكتب هنا في الخانة ديال المقطع الصوتي المتضمن دي. تنتقلوا التطابق الصوتي الخطي، نفس الشيء تندير هنا في المقطع تكتب دو، تحت الحرف تندير دال زائد الفتحة، المقطع تاني هنا دو، حرف دال زائد ضمة، دي دال زائد كسرة. هنا أكتب على السبورة كلمة تتضمن حرف الدال بلون مختلف في مواقع مختلفة من الكلمات مع حركات قصيرة متنوعة، مثل تعطي أمثلة على ذلك، مثل دجاج، مدربون، دبون، ودادون. وأقرأها ثم أنطق كل مقطع بوضوح، دا، دو، دي، مع تمرير الأسبوع أو المسطرة عليه. بالنسبة للطلاقة تقرأ المتعلمون والمتعلمات المقاطع، تكتب هنا دا، دو، دي في الكلمات التي كتبتها على السبورة مع تمرير الأسبوع. بالنسبة للتطبيق يعني تستعملوا بطاقة ألواح تنظم لعاب فيها المقاطع عليها، تكتب هنا دا، دو، دي، وأوزعها على التلاميذ. يجزئون كتابيا كلمة تتضمن، وتعطيهم واحد الحرف مثلا دال، ونعطيهم كلمة مثلا دمية،
دو م يا تون. ثم باستعمال الكراسة المتعلم يجهزون النشاط النشاط اللي كاين في الكراسة. من تقويم الدعم يقرأ المتعلمون المتعلمات مقاطع تتضمن حرف الدال بالترتيب وبدونه. هذا بالنسبة للجدد خاصة بالحصة الثانية. ننتقل إلى الحصة الثالثة. الحصة الثالثة يكون عندي الحرف مع الحركات الطويلة. إذا تعرف الحرف الدال مع الحركات الطويلة وتحتفظ بنفس كما قلنا نفس المراحل ديال الحصة الثانية، غير هنا تكون واحد المرحلة زايدة اللي هي الدمج. إذا نفس المراحل اللي عندي، عندي عزل التفيق، عندي الكلمات هنا تنفيهم، عندنا هنا أنطق بكلمات تضمن الصوت اللي عندي مع الحركة الطويلة. تكتبون مثلا دخل درس دار، أو تكتبون مثلا درج دمية دور. أعطي كلمات فيها حركات قصيرة وحدة طويلة باش هما يستكشفوا الحركات، كلمة فيها حركات طويلة. ثم يرددون كلمة تضمن الصوت الدال مع الحركات الطويلة باستعمال الإشارة المقترحة في الدليل مثل بلال مدلول دليل. تجزئ مقطع، تكتب الكلمة تنجزئها مثلا عندي هنا دام، تندير مثلا دا، تندير واحد الخط ما، الصوت المقطعي هو دا. كلمة مثلا الثانية مثلا دور، تكتب دور دو. الدمج تكون عندي هنايا مثلا تندير مثلا أقدم مشابه لمقاطع وأضمنهم دمجها للحصول على كلمات. الدمج تجمع الكلمات، عندي مثلا دارون دارون، أو مثلا مديرون مديرون. التطابق الصوتي الخطي هو نفسه بحال اللي شفنا في الحركات القصيرة في الحصة الثانية. عندي مثلا تكون هنا دا دال زائد الألف، مثل الألف ممدودة، دو دال زائد الواو، دي دال زائد الياء. بالنسبة للطلاقة نفس المراحل اللي كاينين في جوجل رقم جوج، هي نفسها اللي عندنا في جوجل رقم ثلاثة، غير في الحصة الثالثة زين عندنا الدمج. ننتقل لجوجل رقم أربعة الحصة الرابعة الحرف مع التنوين. وهنا عندنا التغييرات، عندنا الحذف والدمج ما تكونش عندنا، الدمج تكون في الحركة في الحصة الثالثة. إذا نفس النقطة اللي تكون عندنا في جميع الجدادات، مستوى المكون، قراءة الموضوع، أي تكون الحصة الرابعة الحرف مع التنوين. كلمة بصرية نفسها والعدد انطلاق، يعني بعد مراقبة الأعمال المنزلية ديال التلاميذ يقرأ المتعلمون ومتعلمات اللوحة القرائية. وتنكتبوا هنا بعض الكلمات، تنديروا هنا دامون درجون درهمون دارون دوداتون إلى آخره. العز والتخويف والتفييق، قدموا شفهي كلمات تتضمن بالصوت الد، الحركات وكلمة واحدة تتضمن الصوت الد. تنكتبوا كلمات فيها وكلمات ما فيهاش، وهما تردوا نفس ترديد كلمات تضمن الصوت مع التنوين. تجزئ الجزئ المقطعي هو نفسه، تعطوا كلمة فيها التنوين تجزئها تنجز الجزئ، من بعد تختاروا المقطع اللي فيه كما شفنا الجزء نحن في اللام. اكتبوا على السبورة المقاطع، تكتبوا المقطع مثلا د زائد التنوين الفتح دان دون دي. الحذف، بالنسبة للحذف تنحذفوا بعض الكلمات. أقدموا الكلمات الآتية، تعطي كلمات وأطالبهم بحذف مقطعين للحصول على كلمات أخرى. تكون عندي مثلا كلمة تنحذف بعض الحرف
للحصول على مقطع على كلمة أخرى. التطابق الصوتي، أكتب على السبورة كلمات تتضمن الحرفين عندي مع التنوين بلون مختلف وأقرأها ثم أنطق كل مقطع بوضوح. بالنسبة للطلقة، يقرأ متعلمون ومتعلمات المقاطع، أغني لوحة قرائية، التطبيق هو نفسه، تقويم والدعم. بالنسبة للحصة الأخيرة للتقويم والدعم ديال الحرف اللي عندنا، في كلمات بصرية، في وضع الانطلاق ديال النشيد، في تقويم تشخيصي، يعني يقرأ المتعلم متعلمات كلمات أو مقاطع تشكل من الحرف اللي عندي مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين، يعطي مجموعة من الكلمات ومع التركيز على نطقها بشكل جيد. يكتب المتعلم متعلمات الكلمات أو كلمات مخترعة، أي كلمات بدون معنى، ومقاطع مكونة من حرفين اللي عندي مع الحركة الطويلة والقصيرة، يعني دادو دي دادو دي دون دين دن، كلمات فيها هاد الحركات. دعم وإغناء، وفي متعلمات تفيد، يعني تكون تفيد متعلمات المتعلمين، وقيام بأنشطة للإغناء، تحقيق نطق الصوت اللي عندي مع جميع الحركات، تحقيق الخطي مع جميع الحركات، وقراءة المقاطع. المعالجة المركزة تكون على مستوى الأنشطة. بالنسبة للمعالجة، بالنسبة للمحتاجين للدعم الخاص، يمكن معالجة تعثراتهم وفق ما يأتي. على مستوى الأنشطة، نعزز الوعي الصوتي، التطابق الصوتي، الخط والمفردات والطلقة. على مستوى صيغ العمل، يعني أخص هذه الفئة برعاية خاصة لدعمها في صيغة عملية في مجموعات صغيرة أو تعاون ثنائي، إعداد فرص أكثر للتردد والتمرين الفردي. تنويع وسائل والمعينات التربوية، بطاقات عجين، مواد رقمية. وبهذا إخواني أخواتي، حول ما أمكن نبسطه شيئا ما حصص القراءة. بالنسبة للمستوى الأول، القراءة المقطعية، كما قلنا عندنا 5 ديال الحصص. الحصة الأولى تكون فيها تقديم الحرف، الحصة الثانية الحرف مع الحركة القصيرة، الحصة الثالثة مع الحركة الطويلة، الحصة الرابعة مع التنوين، والحصة الخامسة تقويم ودعم. إذا إلى هنا إخواني أخواتي، نشكركم على تتبعكم، وإلى فيديو قادم. لا تنسوا الاشتراك مع القناة وديروا أبوني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.